السلام عليكم الاخوه الاخوات ومرحبا بكم في هذا الفلوق جديد. اليوم كيف كتشوفوا الجو مشمش وخا هكذا كاين البرد. انا دابا كنتواجد في لا ديفونس، غادي نمشي لواحد المدينه سميتها سان كونتان اون نيفلين ولا بحال كاش تقرفيقه ممكنه في لا ريجون ديال ليل دو فرانس. غنمشيو ان شاء الله نتلاقاو مع واحد ضيفه الشرف اللي تكون معنا اليوم. المهم نمشيو معها ان شاء الله السوبر مارشي غنشوفوا كيفاش كتقدى هي اون طونك سبورتيف، يعني سبورتيف اون نيفو لا موين نيفو. المهم يعني كتريني بزاف لاصال وديكشي ديال الكروس فيت والمسائل ونشوفوا شحال تخسر في التقضيه. يعني بالنسبه اللي بغيت تشري ماكله هيلتي، يعني ماكله تكون صحيه ماشي ديك التقرفيق ديال الفريت والمسائل. ان شاء الله كل شيء تشوفوه اليوم معنا في الفيديو ونتلاقاو تهلا. المهم الاخوان انا وصلت العربيه ديال ليل دو فرانس واخيرا من بعد 45 دقيقه معايا لاله ساره. هيا تفضلي. ام بيت 56 شمع لي والله حتى حقرني سنة وراكي قصيرة ما كاينش زعما شي حاجة جاتني قصيرة بزاف واحد قرب. سلام انا صلاح هذاك اليوتيوبر. المهم الاخوان دابا سارة تبريزونت عليكم ديال الصح حيت ما درناش تقديم مزيان. تفضلي يا سارة. منين انتي بعدا منين قولي لي؟ انا من المغرب. لا ولكن منين؟ من كازا. شي لا ولكن بديلة الاخر دبني من الليل. المهم شوف راه مزيودة في كازا مي جي غوندي اون بارتي في بني ملال، قريت كوليج و ليسي اي 3 ans ديال لا فاك في بني ملال. اي ابخي جيت لفرنسا وين كنت ساكنة في ليل. ايوا كنت كنقرا في دانكيرك ديكو جو ندير انا فيت كنمشي وكنجي. الناس بزاف كاينين مغاربة بزاف. واحد دانكيرك هي اللي كتقبلهم، شوف اللي باغي يجي لفرنسا يدفع لدانكيرك راه داكشي اوتوماتيك. دفعوا ليهاش. المهم دفع مهم وصافي. ابخي خدمت وانا خدامه هنايا في خدامه هنايا فين ساكنه؟ ساكنه في سان سير ليكول حدا سي لو سود او سود. علاش سان كونط هادي اللي فيها حنا سان كونط؟ علاش سان كونط كيكون في المغرب بزاف اللي كنسمعو كيقول لي ساكن في سان كونط؟ كيكونوا خدامين عند غونو. ياك غونو ليوزين ديال غونو. وي سي لو تيسير لو تكنو سونتر دو غونو. سان سونتر دو ريشيرش كيديروا فيه كاع داكشي. راه بعيده بزاف سان كونطار. واحد تقريبا 40 مينوت على باريس. 40 ماشي لو سود دو باريس ماشي سونتر دو باريس. ولكن باش فوالا ولكن باش خايبه ان الترانات ما كيكونوش ديما زعما شاك 10 مينوت ولا نو هذا هو المشكل. وعندهم ديفيرون ديريكسيون ياك. وي في لي طون اللي كيكونوا في بنادم فيه بزاف لي اون ابي سا كومون لي كيكونوا فيها لي زور دو بوانت كيكونوا بوكو دو تران. فوالا وي مع ديك الساعه من بين السلت سود 12 جوج و ابخي 18 حتى لفير 20 بحال هكا. وي كيكون ابخي ابارتيغ دو 21 اور الترانات كيبقاو كيبداو يخلوا ينقصوا كيولي واحد في نص ساعه ولا هكا. تعطاتي 23 اور غنبقى في باري ولا شي بلاصه زعما ما يدخلك. ايوا الطاكسي راه غالي. الطاكسي غالي اللي خدام واللي ما خدامش الطاكسي غالي. شحال رجعتي داك النهار؟ 35 شحال 35 35 باش دي الطاكسي داك النهار ماشي طاكسي ستا. المهم قول لهم شنو كديري انت يا ساره بعدا. المهم سيدنا انا جو سوي ام فيت جيرل. فيت جيرل زيد صح شنو فيت جيرل ما فهمتهاش. Ouais, je fais du mais l'autre je fais du crossfit et en partie je fais de la musculation aussi. Ça fait شحال دابا ça fait depuis 2017 que je fais du sport. C'est dans le but de perdre du poids. Pour sortir le goal ديالك ولا باقي؟ مازال j'ai perdu du poids mais le goal ديالي enfin l'objectif final mais mazal ma sortie je pense que ça prend du temps. Bon, après il faut vraiment être régulier, faut bien respecter. هم الاخوان راه عندها انستغرام راه كدير فيه بزاف ديال لي كونساي داكشي ديال السبور بالنسبه للدريات خصوصا الدريات اللي بغا تستافد اللي بغا ترقاق شي عندها اللي بغا ترقاق حتى اللي بغا تغلط المهم حتى اللي بغا تغلط بغا تاخد الميسكل بروم دي ميسكل فوالا شي ديال السكوات والمسائل ياك شي ديال وعندها شين يوتيوب حتى هي الا بغيتو تابونو عندها غدير فيديوهات ان شاء الله حيت باقي ما بداش كدير فيديوهات ولكن غتبدا دير فيديوهات ان شاء الله. كاين هادشي ولا لا بعدا؟ كاين خصني نشري كاميرا. وعندك التليفون سلكي باش من كاميرا؟ لا خصني فغي كاميرا ياك. Non, inchallah, tarqabouna al mada qareeb. Et on va faire prochainement une vidéo ensemble. On va faire en fait, on va faire un workout ensemble. On va s'entraîner ensemble ou je vais le coacher. Je sais pas, انت شنو بغيتي تخدم principalement؟ انا موالف كيف كنت تبغي تطور الصدر مع البيزابس
biceps, ça c'est ce qu'on dit en général. Ouais. On dit une deuxième séance sur dos ou triceps. Et une troisième séance sur les abdos. Les abdos, de temps en temps. Et on a dit que vous avez besoin de cardio pour s'échauffer. Vous savez, comme un entraînement de vous, vous s'étirez. Absolument. Ça, on a dit que vous هما الاخوان كيف قلنا لكم اليوم غنمشيو نديرو لي كورس توريكم ساره شنو كتقدا اون جينيرال يعني في لاسمين دابا شنو غنتقداو اليوم زعما في لاسم واش تاخدي بو اون سيمين ولا وي غادي ناخد لي كورس ديال لاسمين واخا ماشي ديال فريمون ديال لاسمين حيت او ميو ديال لاسمين ديما كنمشي كتكون خاصني شي حاجه ناقصاني غنديرو دي كورس فان داكشي العادي زعما نورمال دي نيسيسيتي خاصه انا كل نهار زعما بيزوا كوتيديان المهم بغيف او مام ستي تون ها علاش شنو هي الريحه ديال الدريات الريحه ديال الدريات باش كيديروا الناس كيقلبوا بحال هكا جيت بحال هكا واش طرش الحوايج ديالك يا سلام يا سلام الله يما خبار الله المهم الاخوه حنا دخلنا الكارفور دابا لهم اشهار ما كاين مشكل هانيا شنو هي هاد اللعيبه اللي تاخذي هاد الايبر كنسكانيو فيها لا كارت فيديليتي ديال الماغازون باش ناخذوا اون اباري هاد لاباري هادي كتسكاني بها لو كود ديال لي برودوي اللي غادي تاخذ باش في لاكاس فاسيليتي لك العيب فاش في الاخر باش كدوز في لاكاس كتشد لك غير هاد لاباري هادي و من بعد صافي تو باي المهم يفيريفي واحد دو تخوا زارتيكل واش داكشي لي بيان كونفورم صافي عمرك جربتي انت جربتها مي با سور ماشي هنا في كارفور شي اوشان صافي سير على الله خير نعاود سير وما تخدمش لك ان اف سي كيفاش ان اف سي بوفي سكاني فوتر كارت دو فيديليتي هنا واعر صعبني من اللعب انا ما ماكسيدياش لا شي اخوان ما صدقاش ليها يعني خاصها تانسكريفا فهاد فهاد السيستم ديال السكان ديريكت ياك صافي من بعد نعاودو نجربوها دابا صافي دابا سكانات هنا ياك سكانات وطلعت كاع هزات لعيبه فوالا سي بون ياسمين شو كنيتي بارفي المهم باش اش بداي دابا ما عرفتش واش غنبدا شحال قصيرة يا اخ خاصني نبقى ندير هكا باش اش بداي دابا ما عرفتش غنفيغ ان تي تو ما عندك شي حاجة في راسك كديريها عندي بزاف د الحوايج خصني ناخذهم خصني نبدا بالبيض خصني ناخذ دجاج خصني ناخذ حليب خصني ناخذ داكشي العادي اون جينيرال وي فان لي نيسيسيتي كوا لي نيسيسيتي ما حافظش الماكاس الشكا غادي نيشان غادي ليه سير على فوالا تقي بحال هكا مزيان يلا المهم يلا كشف لنا شنو كاين تما الدجاج حلال نوريكم كاين دو تيب ديال الدجاج حلال هنا كاين واحد غالي وواحد رخيص اي عافيس شنو هي هذاك عافيس الصاد عافيس ارخص من بون من بوشغي ارخص من بوشغي بحال فين واقيلا انتم عندكم رخيص هذه ينضيف على اليد الصاد المهم حنا وصلنا هنا المكان ديال بارتي ديال الحلال ديال اليوم ديال اللحم مالوغوزمون ما كاينش بزاف د اللعيبات وي ما بقاش كي شنو كنتي باغي تاخدي ليسكالو ولا بلون بولي بلون بولي بلون بولي ما كاينش حاجه تما سي ما كاين هذاك الاخر مي جو با لانتيغي احسن باش ناخذو من لابوشري سي ميو سي ميو فان هذا اللي بلو شير كو لابوشري تقام رخيص وي فان لا هذا هذا كمان هذا كي بلو شير كلا بوشري وهذا اللي مونشر كو سولي دا بوشري عندك افيس افيس مونشر انا افيس ولي غالي نورمالمون جو تي بروميس بغيت نوريكم واحد الالتيرناتيف اللي كيبغي يدير دي سناكينغ كيبغي يدير دي سناكينغ كولي فيتري وداك الشيء فيجيتاريان ولا كاين هذا وي داك الشيء اللي شحال اورو هاي صحابي 4 اورو كنقول المهم هادو اش كيقولوا لهم
c'est du. C'est comme du jambon quoi. Je sais pas, du halouf. Ah, ok, jambon halal, la famille. Oui, pour les gens du fitness, qui nous a d'accord fait moins 30% ou 25% de sel. Ou Hadak Hassan, il est beaucoup mieux que celui-ci. Je sais pas si je suis ou je suis. Ah, wow. C'est 25% moins de sel. Ok. C'est parfait pour les gars qui sont train. Je m'affiche le sel bzaf. Ou les personnes qui font une diet, c'est mieux pour eux le taux de sodium. Diet, voilà. Régime. Ouais, régime ou le mec là. C'est le qui تخشف البريز و كي ouais مره كيبدا يطلع مزيان اللي عندهم الناس عندهم كوزينه في لو صالون شو اللي عندهم ان ستوديو كوين ستوديو ouais القضيه ديالي عندي كوزينه في الصاله مخلطه باش ما تبقاش ليك الريحه و داك الشيء شنو واش هي هاد اللعيبه لا شاد اللعيبه عارف شنو هادو كيخمموا بالحجره عندي هذا بالحجره نسيت الا هذا تاع الضو قلت لك خاصك الحجره علاش خاصني الحجره اي وي خاصني الحجره لا ما تخلينيش du coup c'est un truc comme ça. هذا كي تبرونش في الضو وكي يطلق لك الريحه pendant كترقلي على حسب شحال بغيتي كترقلي على حسب لا بوسونس اللي بغيتي يخرج منها الريحه مع هاد الجمله اللي قلت واش نقالها وهذا سي ان تروي ريشارجابل فوالا دونك فوالا شو دي كو تاخذيها ولا واه انا خدا تي ديجا عندك يعني تاخذي غير برودوي واه انا جو بروند كو لو برودوي ديجا عندي لو ديفيوزور واه صافا ما تستعمليش ديك لا ماشين لا بيهز هاد اللعيبه في اليديا وقت لا انا مريكم انا مريكم اجي ورينا كيفاش بلا المهم كديروا هذا اون فاس دو كود كديروا بحال هكا صافو كت اجوتا صافو تاجوتاس يا مقبله يا غادة خدامه وكتنسى هذيك الالاعيب هو هزا مرتاح هذا ما كاينش ما مديرونجياش اليديا هزا بحال هزا التليفون والله انا ضيقنا التليفون المهم دابا لي طاب سويفون طا ناخذو البيض البيض قولي كاين بزاف كاين بزاف الانواع ديال البيض قولي لهم داك البيض بيو وداك الشيء واش مزيان ولا غالي ولا وي والسافو لو كو داك البيض بيو ولا وي البيض البيض بيو وي مش لا بارتي البيض ونوريك كاين اربعه نو كاين 3 سيري ولا 3 4 سيري المهم لو بيو الي كو دي زيرو وهذاك احسن واحد وكاين واحد في ان كود في ان نيميرو دو سيري كيبدا بزيرو بزيرو تكتشوف هكا تشوف كود سيري وكاين هذاك البلانير كيبدا بواحد وكاين كاين جوج وكاين ثلاثة سي ايفيتي ما فو با البروندر سي علاش ما مزيانش ما انا كنا ناخذ ثلاثة كيبان لي رخيص وكلشي المشكلة راه هو اللي رخيص ناري وحنا وصلنا للغيون ديال البيض هادو هما اللي قالت لكم كيكونوا بالخضر كيكونوا بيو ايوا ايوا واش شنو الالعاب اللي قلت لي لو بيو زعما ايليكو دي زيرو وداك الشيء هانتو المهم في البيضه كتكون مكتوبه مكودي شي لعيبه انا مطابعينها زيرو اف ار زيرو اف ار هذا هو اللي مزيان ورا صرا كاتبين بيو لومبار مي كتبو زعما حيت الناس كاين اللي كيبدل كيشد هذاك الرخيص كيديروا كيديروا لنا ولا اخر تما كيدي هذاك ديروا بحال ديروا بحال اشي ام انا انا كناخذ بلانير جبنا واحد بلانير بلانير نورمالمون كيكون واحد ولا جوج ديروا فرق بلانير كيكون واحد المهم تكون مكتوبة انه واحد ما تبانش يكون مزيان بغيت هذا بحال شوفو كيجريو على الشبكة والله الا كتفقد وحدة برا وحدة يا شحال البيضة شحال البلاطو كتبقى بحال البيضة بيضة حنا في المغرب ما عندناش هادشي ديال اللاضات ديال البيض كنديروش البيض كاين دير البيض كتخشيها الوالدة ديالك في الثلاجة ما كتعقلش عليها ها انا غينيا ها صافا ليتس جو anyway خديتي هادي شحال دايره هادي اتون دايره 3 3.26 اوكي سكانير ما عندكش غير فليكس
Non, mais ça, j'ai pas encore le réflexe. Je vais prendre un jus d'orange. Je prends la marque Innocent. C'est des oranges qui sont 100% fraîches. C'est avec pulpe. Tu prends avec pulpe. Là, il est sans pulpe, mais pour les gens qui aiment sans pulpe. كاين واحد اخر مي ما كيتباعش انا كيتباع في مونوب هذاك فيه 16 غرام 100 غرام جو كوا ما عرفتش مي هذاك اللي بيو ريش ان بروتيين كو سويلا المهم هذا في كارفور سي لو ميو كارفور حيت حدايا شنو الفرماج هذا لي جون اللي كيبغيو الفرماج اللي كيحبوا الفرماج وكي سون اون ريجيم هذا فيه هذا فيه 3% دو ماتير غراس بحال قلتي 3 grammes de lipides pour 100 grammes. Normalement, c'est ce qu'on dit. Normalement, le fromage, c'est ce qu'on dit. Yeah. C'est bien parce qu'il fait le bih ou le sbah parce qu'il contient beaucoup de calcium. Oui, mais tu as le fromage. Oui, écoute. Qu'est-ce que tu as dit d'abord? D'abord, on a pris le galette d'anti-corail. Je fais 15 grammes de protéines. هذا الضربه واحده راه كتل فيها واحد صافي لا سي سي اون بون الترناتيف او بولي لا داند نزيد فيغان داكشي واه اكزاكتومون بري جون فيغان اوكي فوالا جو بروند سا اي سنسكاني انسويت لا هذا لا هذاك الصوص جاسون كياخذوه بزاف في المغرب هذا عشي سي تري شير في المغرب ما فهمتش راشي 30 درهم لا 40 درهم 30 درهم غيكون داشي 60 درهم واحد ما داخلاش في المغرب باقي ما كاينش هادشي ديال كيديروا لي لامبور مي جو بروند سا اوسي هذا فيه 12 غرام في 100 غرام انو لا لا غلا يا مسكين النور بالشيش والله صاحبي واخديتو انا بداك كونجلي شكون تقول لي اصحاب كونجلي داك في ليغوم ليغوم كونجلي زعما مزيانين ولا لا على حسب واش يسون خديتو انا هذا خديتو كونجلي بزاف ولا لا كونجلي داك لي سون خير يا با ميو وي يا با ميو لا القاضي انا كنجي شي ليا صاحبي كاع نطيب كاع يجيبو لي داكشي واجد كيما كان تبغى تاخدي طوناتشو لا ناتشور ما كناخذش فيه زيت كاين ناتشور يلاه بدا يدخل واحد الله كاين داك شو سميتو جولي تا هو دايرين جولي تا هو دايرين واحد ناتشور غير بالماء ما فيهش مزيان احسن من داك الطون ديال الزيت المهم هذا احسن حيت ما فيهش لي ليبيد قد ما كان الزيت هذاك الشيء طوماط وداك الشيء قد ما زادوا لي كالوري قد ما سي با بيان بون بوغ موا بوغ لي جون كي فون كي ريسبكت لور لو ريجيم كوا هذا واعر الدراري هذا بزاف الهربه فيه السكر بزاف لا ما فيهش السكر بزاف جوستومون فيه لي نوا فيه اموند نوازيت نوات بريزيل نوات بيكان هادو لي هنا واعر واعر بزاف هذا واش داير هذا داير هذا ماكسي فورما الفورما الكبير داير جو كوا شي 4 اورو يمكن فيه 17 غرام ديال السكر في 100 غرام و ايلي بلو ريش ان بروتيين دونك فوالا ان تي بليزير كوا فو با سبريفي ا سا هذا واعر نخلط فيه لاموند اي نوازيت شي حاجه خطيره شي حاجه خطيره السكر ياك واش انت شي الناس كتقول لنا ما تاخذش السكر وكت شوف شوف ضروري واحد يدوس فيغ بليزير طون طون واحد الكاس الصباح ما دامهاش تقول لها البنات ما يبدا انت صراحه فيه 4.8 ديال السكر المهم هذا سي بور سو فيغ بليزير فيه 32 كالوري في 100 ml دونك كنت تقول لي الدريات اللي كيشربوا هذا بزاف كيتسناو يميغيو
ما يفون با ميغير تشرب هذا النهار كامل لا زعما كل صباح كتضربو اما عنده ما يدير ليها يفا زعما هي سي جوست سي جوست 4 غرام دو سكر في النهار ديالك الحليب العادي شحال فيه ما عرفش شحال فيه الحليب العادي يكون جو سي با فرانشمون جو سي با المهم هذاك اللي ما فيهش السكر بزاف سي سولي دو سوجا سوجا نو سوجا و سوجا ناتشور هذا شربوت لوح ريش ان بروتيين هذا فيه 15 غرام في لو بيتي ساشي 15 غرام ديالاش ديال لا ماشي 15 غرام فيه 30 غرام ديال البروتيين في 100 غرام دونك اي لا سي فري سي لي ريش ان بروتيين شحال داير هذا 1.82 دير 1.82 هذا احسن بلاندر كارفور في حياتك وين والله بون فوالا معق فيه في 18 غرام ديال السكر 100 غرام مي سي با غراف مره كلشي مره هيا صرا عز على داكشي ديال الخيط عاص والمسائل سي فري المهم شنو كديري في هذا شنو باش كتخلطي الدجاج باش العيبه كنديرو مع الدجاج ايوا كندير فوقه اون صوص صوص في ميزون يعني ياغورت سوجا C'est une sauce. وكندير اون سالاد كندير فوقها الدجاج كندير لافوكا كندير شويه مايس ان تي بو طوماط ايوا راه كنزيد كلشي اتس هيلثي متعرفوا بان ساره عندها الخاطر ديال الطياب يعني ديما كتقعد لها علينا سطوريات الطياب والمسائل وكنفهموا حتى حاجه اكيد كذب عليكم المهم الاخوان راه سالينا دابا البلوغ نتمنى ان هذا الفيديو تكون عجباتكم تكونوا استفدتوا مع ساره شويه ولو بالقليل غير شي شويه ياك و نتسناو ان شاء الله فيديوهات قريبين ديروا مع سوا في لا سال دو سبور سوا شي حاجه يعني على الطياب ياك شي حاجه ندير ديال الطياب شي حاجه الطياب انا اللي اعتبر خطير هذا صافي اون فان صافي يلا الله يعاونكم وتنساوش تابونوا عندنا بجوج انستغرام انستغرام ديالها وفي يوتيوب ديالها تا هو يلا تهلاو تشوس تشوس سالي.